درجات حرارة أقل من معدلاتها في المناطق الوسطى وأمطار على الشرقية والرياض وطقس بارد ليلا. وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. كما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا في مركز طقس العرب، من المتوقع على وجه التحديد يوم الخميس بمشيئة الله أن تبقى مدينة الرياض إداريا والمناطق الشرقية تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، ليكون هنالك فرص لزخات من الأمطار بمشيئة الله. قد يكون بعض هذه الزخات غزيرة في بعض المناطق الجغرافية الضيقة، ولا يستبعد أن تمتد بعض السحب إلى مناطق حائل والقصيم بمشيئة الله خلال ساعات النهار. أما ليلا فتبقى الأجواء باردة في المناطق الشمالية، تكون باردة بشكل لافت. أما في منطقة الرياض والشرقية تبقى الأجواء باردة بشكل عام. وأما فيما يخص هذه الليلة في العاصمة الرياض تحديدا، فتكون الأجواء هنالك زخات رعدية من الأمطار، درجات الحرارة تصل إلى 14 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 11 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة وفي العاصمة الرياض، يوم الخميس فرص زخات من الأمطار، يوم درجة الحرارة نهارا 17-12 درجة مئوية في ساعات الليل. أما يوم الجمعة فتبقى الأجواء مستقرة أكثر من يوم الخميس لتصل إلى 17 درجة مئوية، ولكن مع عدم وجود فرص نهارا لزخات من الأمطار بمشيئة الله 10 درجات مئوية ليلا. ويوم السبت طقس مشمس، تصل درجة الحرارة 18 درجة مئوية و11 درجة في ساعات الليل. أما في باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، تكون درجة الحرارة في سكاكا من 17 إلى 6 درجات، في عرعر من 16 إلى 6 درجات، وفي تبوك من 19 إلى 8 درجات مئوية في ساعات المساء. في مكة المكرمة من 29 إلى 20، في المدينة المنورة من 24 إلى 14، في جدة من 29 إلى 21، وفي الطائف من 20 إلى 12 درجة مئوية في ساعات المساء. في أبها فرص زخات من الأمطار من 19 إلى 8 درجات، في الباحة من 15 إلى 10 درجات، وفي جازان من 29 إلى 22 مع وجود فرص لزخات من الأمطار بمشيئة الله. لنشاهد باقي المناطق وطقس يوم الغد. في الدمام تكون هنالك فرصة لزخات من الأمطار 21 إلى 16، في الإحساء 22 إلى 14، وفي حفر الباطن من 17 إلى 8 درجات مئوية. أخيرا في الرياض من 17 إلى 12 مع فرص لزخات من الأمطار، في بريدة من 17 إلى 10 درجات كذلك الأمر وجود فرص للأمطار، وحائل أخيرا من 14 إلى 7 درجات مئوية في ساعات الليل. وكانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.